يرجع تاريخ تأسيس الجيش العراقي إلى العام 1921 ويعد من أقدم الجيوش العربية. بعد حله من القوات الأمريكية عام 2003 يعد الجيش العراقي حالياً وبحسب تصنيف القوة لجلوبال فاير باور لعام 2021 في المرتبة 6 عربياً والمرتبة 57 عالمياً من مجموع 140 دولة شملها مسح المؤشر. الجيش العراقي يتكون بعد تشكيله من 5 تكوينات رئيسة: القوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي، هذا فضلا عن بقية الصنوف الأمنية والعسكرية الأخرى، منها جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع والحشد الشعبي. تعداد القوة البرية الحالي يصل إلى 300,000 جندي موزع على 14 فرقة تضم كل منها 14,000 جندي. أما القوات البحرية العراقية فيصل تعدادها إلى 2,300 جندي نتيجة لصغر المساحة البحرية المحيطة بالعراق. أما القوات الجوية العراقية فتضم قرابة 18,000 جندي ولديها 550 طائرة مختلفة. قيادة الدفاع الجوي العراقي وطيران الجيش هما أيضا ضمن تصنيفات الجيش العراقي المكلف بحماية الأجواء العراقية، ويتكون من 175 مروحية بما فيها 15 مروحية هجومية. جهاز مكافحة الإرهاب الأكثر تدريبا والتابع مباشرة إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة فيتكون من 50,000 جندي إضافة إلى فرقة الرد السريع. أما الحشد الشعبي التابع للقائد العام للقوات المسلحة أيضا فيتراوح عدد مقاتليه بين 120,000 و150,000 جندي، حيث تأسس هذا الفصيل بعد العام 2014 إثر استيلاء التنظيمات التي وصفت بالإرهابية على عدد من المدن العراقية. We'll be right back.